تعالوا نروح نشوف تصريحات لاعبي النادي الاهلي، تصريحات لاعبي النادي الاهلي اللي خدناها امبارح منهم في او بعد التدريبه، تصريحات لقفشه، لقندوسي، لمروان عطيه، وايضا المدرب العام كابتن سامي قمصان. تعالوا نشوف تصريحاتهم اللي فيها كثير من الثقه ان شاء الله، ونرجع نكمل كلامنا. طبعا في البدايه طبعا برحب بيكم، طبعا مباراه كبيره، مباراه نهائيه المره الثانيه على التوالي، يمكن ما بتحصلش كتير في البطولات القاريه. املنا طبعا في ربنا كبير جدا ان احنا نحقق بطوله بالنسبه لنا مهمه ولجمهورنا. والمناسبه طبعا سعيد طبعا ان جمهورنا الحمد لله النهارده بشكل كبير معانا، واتمنى ان شاء الله نقدر نساعدهم شوط اول هنا بالنسبه لنا، وبعد كده ان شاء الله نقدر نحسم المباراه ان شاء الله الثانيه باذن الله في المغرب. الحمد لله كل الفرقه الحمد لله جاهزه بشكل كويس، وان شاء الله ربنا يوفق الراجل اللي هو يختار التشكيل الامثل اللي تلائم مع ظروف المباراه، ان شاء الله نحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله ترضي جمهورنا وتساعدنا في مباراه العوده ان شاء الله. جمهور النادي الاهلي دايما بعد ربنا سند كبير لينا ودعم كبير لينا، بيدينا قوه وبيدينا مسؤوليه. عارفين قيمه النادي الاهلي وكبير جدا بجمهورنا، واتمنى ان شاء الله نقدر نساعده ان شاء الله. اكيد طبعا الحضور الجماهيري هو رقم واحد في الماتش، هو اللي السند لينا، هو الدعم لينا في المباراه ان شاء الله. وهم كل ماتش بيجوا بيبينوا للناس والبلد كلها ان هم حاجه كبيره، والجماهير حاجه كويسه في الملاعب وحاجه تشرف مصر، وان شاء الله نقدر نفرحهم ونروحهم مبسوطين ان شاء الله باذن الله. لا اكيد طبعا احنا بنستعد زي ما قلت قبل كده، احنا بنستعد زي كل ماتش، بس ده نهائي افريقيا مختلف شويه، الاستعداد بيبقى بدري شويه، بتحضر ذهنك من بدري شويه، بتركز اكتر، لو بتركز 100% لا بتركز 1000000%، وان شاء الله يعني باذن الله ربنا يكرمنا ونعمل ماتش كبير باذن الله. نقاط القوة لا، هي نقاط القوة اللي احنا نركز نلعب لعبنا، نلعب أدائنا، ما نهيبش الموضوع، ده نهائي أفريقيا، استمتع في الملعب، وإن شاء الله بإذن الله احنا قادرين على كده بإذن الله. بقول لهم إن شاء الله نقدر نفرحكم، بس انتوا ادعمونا بشكل قوي في الملعب وبره الملعب، وإن شاء الله ربنا يكرمنا ونفرحكم بإذن الله. الحمد لله يعني مباراة نهائية احنا وين قدرنا يعني نحقق الفوز في النصف النهائي، وان شاء الله احنا مركزين عشان ذي البطوله احنا تعبنا عليها، وما يخفى لكش انه احنا يعني كنا على بعد خطوه من الخروج من البطوله، وان شاء الله احنا مركزين 100% عشان ناخذ بطوله. اكيد يعني ما يخفاش انه الجماهير هما يعني نصف الفوز تاعنا، هما اللي حفزونا، وكل ما نشوفوا يعني الملعب فيه ساعة اكثر يعني يعطيك حافز اكثر عشان تحس نفسك انك في بلدك وامام جمهور تاعك في ملعبك، عشان كده تلعب على الفوز بس، ما تلعبش على حاجه ثانيه. واحنا ان شاء الله نطالب من الجمهور يعني يكون معنا طوال 90 دقيقه، وان شاء الله ما نخيبوش امر ان شاء الله. لا ما فيش ولا ايجاد، ما في ولا سبه، ما كان حتى سبه اللي تخلينا نقول ايجاد، عشان احنا محضرين في احسن ظروف، واللعيبه كلها الحمد لله ما فيش اصابات، وان شاء الله نكونوا قد المسؤوليه ان شاء الله. طبعا نهائي افريقيا نهائي كبير، كل افريقيا وكل العرب بينتظروا النهائي، ماتش كبير طبعا بين النادي الاهلي والوداد، ان شاء الله ربنا يكون مدينا حظ ان شاء الله في النهائي، ونقدر نحقق البطوله ال 11 ان شاء الله. لا عامل الجمهور مهم طبعا، احنا قلنا قبل كده ان الكوره من غير جماهير مش احسن حاجه، لكن احنا ان شاء الله مستنيين الجمهور كله يبقى في الاستاد القاهره، ماتش كبير ان شاء الله، وربنا يكرمنا وان شاء الله نحقق ال 11 ونتعب ونعمل اللي علينا، والتوفيق ده بتاع ربنا يعني ان شاء الله.